بدأنا خلال انطلاق الموسم الدراسي الحالي في تسلم مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تم تأهيلها بعد الأضرار التي كانت قد لحقت بها وإعادة فتحها في وجه التلميذات والتلاميذ، والنموذج من مدرسة المسيرة الخضراء بجامعة تحنوت التي فتحت أبوابها في وجه التلميذات والتلاميذ خلال دخول المدرسة في حلة جديدة تتوفر على مواصفات الجودة المطلوبة، حيث أنه ينبغي الإشارة والتأكيد على أن تأهيل المؤسسات التعليمية يتم في إطار تجويد هذه المؤسسات، بمعنى أن المؤسسات بعد تأهيلها تختلف عن المؤسسات التي كانت قبل زلزال الحوزة. نحن نراعي في التأهيل توفير مجموعة من مواصفات الجودة التي تتلائم ومقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 وتوفر شروط جيدة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية. الجميل في هذه السنة كذلك هو أننا بدأنا موسما دراسيا بدون خيام في إقليم الحوزة، بحيث تم استبدال مجموعة الخيام التي اعتمدناها بصفة مؤقتة مباشرة بعد زلزال الحوز بوحدات مدرسية مسبقة الصنع. يتوفر إقليم الحوز حالياً على أزيد من 500 وحدة مدرسية مسبقة الصنع تم إنجازها في إطار برنامج التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبدعم من مؤسسة مجمع الشريف للفوسفات، وكذلك بالانفتاح على مختلف الجمعيات والفعاليات الشركة، بحيث أن هذه الفضاءات توفر الشروط اللازمة للتمدرس، وذلك في أفق تأهيل المؤسسات التعليمية. وبعض الخيام تم تعويضها بفضاءات المدرسية في المؤسسات التعليمية التي تم تأهيلها.